اهلا بحضراتكم مرة تانية. من ضمن الامور اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس كانت المدينة الرياضية بالاسمرات. المدينة الرياضية بالاسمرات زي ما شفنا فيها مجموعة من المنشآت الرياضية، ملاعب خماسي، ملاعب قانونية، ملاعب متعددة اللي هي بتحتمل ممارسة اكتر من لعبة على نفس الملعب. شفنا حمامات سباحة اولمبية وحمامات سباحة للاطفال وحمامات سباحة للتدريب، مشروع أقرب لفكر التكامل الرياضي. لكن خلونا ناخد الزاوية دي، الزاوية الرياضية، وكيف ننشئ مجتمعات حقيقية، مجتمعات فيها الحياة بشكلها ومفهومها وأبعادها الأوسع والأكثر منطقية من باب ومن زاوية الرياضة. ضيفنا الكريم الحديث عن هذا الموضوع في استوديو هذا الصباح الكاتب الصحفي الأستاذ طارق رمضان، الكاتب الصحفي بالأهرام رياضي. استاذ طارق صباح الخير فندم، واهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. اسمح لي في البدايه نشوف هذا التقرير وبعده نفتح الحديث مباشره عن المدينه الرياضيه او مدينه الشباب الرياضيه بالاسمرات. انطلاقا من اهتمام الدوله بدعم الرياضه، ياتي تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المدينه الشبابيه الرياضيه بحي الاسمرات 3، والتي اعتبرها الرئيس بمثابه متنفس لاطفال المنطقه. وخلال الجولة التفقدية استمع الرئيس السيسي لشرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي أكد على أن المدينة تقدم مضمونا جديدا لصناعة هرم مصر في الرياضة. وأكد صبحي أن المدينة الرياضية تعد أيضا بمثابة صرح كبير يخدم مدينة الأسمرات والمناطق المجاورة، مشيرا إلى أنه تمت إقامة 4 ملاعب كرة قدم ومركز للشباب بجانب إقامة مبنى للأطفال ومجمع حمامات السباحة. وتقام المدينة الشبابية بالأسمرات على مساحة 48,000 متر، حيث تم استثمار التوزيع السكاني بها بشكل عالي المستوى، وتشتمل على صالة للبلياردو وتنس الطاولة. كما تشمل المدينة الرياضية على ملاعب خماسية وملاعب متعددة الأغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي بجانب حمام سباحة للأطفال ومبنى اجتماعي. كما تشتمل المدينة الرياضية على مبنى إداري وآخر للاشتراكات ومسرح مكشوف تصل ساعته إلى 150 فردًا بجانب تشييد ممشى للجماهير حول الملاعب. ويأتي توسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية وتطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وهتوجه مباشره لضيف الكريم في الاستوديو الاستاذ طارق رمضان الكاتب الصحفي بالاهرام الرياضي. استاذ طارق، يعني احنا شفنا زي ما تابعنا امبارح كم الانشاءات الرياضيه بالعقل والمنطق دي، انشاءات مثلا تماثل نادي من الانديه التقليديه اللي بنشوف اشتراكاتها بارقام يعني كبيره مش في متناول الجميع. بالظبط. بص، اي اضافه للبنيه التحتيه الرياضيه في مصر بتعد انجاز. يعني المدينة الشبابية بالأسمرات مثلا دي بتعد إضافة للبنية التحتية لمصر في كل حاجة. يعني أنت ممكن تستخدمها في إقامة، يعني إحنا عندنا مثلا 31 حدث رياضي في 2021، ممكن جزء منها يبقى مثلا على هذا الشكل. لكن الأهم إن أنت بتعمل بنية تحتية لخدمة سكان المناطق المجاورة كمان للأسمرات. انت ما بتقدرش تقول عليها دلوقتي بقت مناطق عشوائيه، بقت مناطق فخمه جدا. انت بتقدم خدمه معادله للانديه اصحاب الاشتراكات الكبيره، بل بالعكس لو بصيت على المنظر ان هي بتفوقها. يعني النهارده لما تتكلم على حمام سباحه اولمبي، في انديه كبيره جدا ما عندهاش حمام سباحه اولمبي. لما تتكلم على حمامات سباحه للتدريب، في انديه كميه الحمامات السباحه اللي عندها قليله جدا. لما بتتكلم على ملاعب متعددة، كل المدينة الشبابية عندما تصبح بهذا الشكل في خدمة السكان العاديين، انت النهاردة لما تخش المدينة الشبابية انت مش هتدفع اشتراك بالالافات، انت بتدفع حاجة رمزية او العضوية فيها بتبقى حاجة رمزية، استخدام الخدمات فيها بيبقى بشكل رمزي لكن هنا، او مجانا لكن هنا. انت بتتكلم على فكرة ان انا مش هروح ادفع اشتراك بملايين الجنيهات عشان استفيد بالخدمات، في مقابل ان انا عندي خدمة بهذا الشكل المميز بهذا الشكل الفخم اللي هو بيمتد في فلسفة بناء الانسان مع المكان.
انت النهارده ما تقدرش تبني انسان وتسيب له المكان بتاعه مش مناسب ليه. انت هتبنيه نفسيا وهتبنيه بدنيا وهتبنيه ثقافيا ازاي اذا كان المكان مش مهيئ ان هو يديلك او يتيح ليك هذا البناء. فانت النهارده لما تعمل مدينه شبابيه في الاسمرات تخدم احياء القاهره كلها، سواء بقى الاحياء اللي هي متوسطه او اللي هي تحتاج الى هذه الخدمه، مش الاحياء الفخمه، لكن نعم. انت بتتكلم في احياء عاديه جدا الشباب بتاعها انت بتقدم له خدمه، فبالتالي انت بتبدا تحوله ثقافيا ونفسيا ان انا النهارده معدي على هذه المدينه الشبابيه بقدر استخدم المنشات بتاعتها، بدل ما بروح مش هقدر ادفع اشتراك في نادي كبير او حتى نادي متوسط. نعم. لان النادي المتوسط النهارده اشتراكه بيفوق اي دخل من دخل المواطن العادي، فانت النهارده ما تقدم له هذه الخدمه انت بتبدا تبنيه نفسيا وتبنيه ثقافيا، بتبدا تغيره. يعني نقدر نقول ان احنا بنحقق جزء من العداله الاجتماعيه في الجزء الرياضي. بالظبط. ان انا بتيح. طيب هل التصور اللي عند الدوله دلوقتي، يعني احنا النادي مثلا بيتيح التمرين وفي فرق وما الى ذلك، هل ممكن نشوف نفس هذه التجارب في المدينه الشبابيه الرياضيه في الاسمرات او ما شابهها؟ بالظبط. ان يكون فيها تدريبات وليس مجرد متنفس مكاني فقط يسمح بممارسه اللعب او ممارسه الرياضه بشكل عام. النهارده انت عامل حمام سباحه اولمبي بتتيح التدريبات في الجزء الاولمبي منها، اللي هو ممكن بعض الابطال يستخدموه، الناس العاديه ممكن تخش تتدرب فيه، اكاديميات تتفتح فيه، ان انت مع التناسب طبعا مع تناسب المكان وطبيعه الدخل يعني اهل المكان على الدخل، ان انا هاخد مجموعه من الشباب ادربهم بحيث ان انا ممكن يطلع منهم بطل. الفلسفه نفسها ان انت مهتم قوي، يعني يمكن انا عاجبني حته الحمامات الاولمبيه، الملاعب المتعدده، الملاعب الخماسيه، انت مش مقتصر على كره القدم بس، انت هتلاحظ ان انت رايح لرياضيات تانية او رياضه تانية احنا مش مهتمين بيها قوي. لكن فلسفه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان جاء للرئاسه وهو مهتم قوي برياضه الفتنس اللي هو بناء الانسان من الرياضه، بمعنى انت هتشوفه في اختراق ضاحيه كتير جدا اللي هو الجري، هتشوفه في المشي، هتشوفه في ركوب الدراجات، هتشوفه اللي هي الرياضه اللي هي متعلقه دايما باللياقه البدنيه. لو رجعنا شويه كمان من ضمن الفلسفه اللي اتعملت ان انت بتعالج الشباب اللي هم بيتعرضوا للتجنيد ولم يصيبهم الدور بسبب امراض ما، انت النهارده القوات المسلحه بتهتم بعلاجهم بحيث ان هو ايه، مش مجرد ان هو لم يصيبه الدور عشان عنده مرض، لا هي بتاخده تعالجه، فبتطلع انسان صحيح بدنيا، صحيح نفسيا، صحيح صحيا. فانت هنا بنفس الشكل النهارده الشاب اللي هيروح يتدرب في هذا المكان ما بيتدربش كرة بس، بيتدرب سباحة، بيتدرب اختراق ضحية، بيتدرب خماسي حتى في كرة القدم، بيتدرب جميع أنواع الألعاب اللي هي بتتحافظ على صحته. احنا بنتكلم على مجموعات من الشباب على فكرة ممكن ان هو تديله الخدمة دي مجانا تكتشف منه بطل، يعني في الاحياء اللي هي خلاص دي يعني دلوقتي تالي ما بقاش فيه الكشافين بتوع زمان اللي كانوا بيجوبوا ربوع مصر يدوروا على طفل موهوب بشكل غير طبيعي. شغال كلها شركات واكاديميات وخلافه، لكن انت النهارده البطل ده ممكن تكتشفه بالصدفه، يعني ممكن شاب يخش يتدرب سباحه في حمام سباحه لمجرد المتعه وقضاء الوقت، ممكن تكتشف في بذره بطل، بذره بطل سباحه. حد بيلعب تنس ممكن يبقى بطل تنس. الشباب اللي موجودين حوالين الاسمرات في القاهره بالذات هتلاقي منهم في احياء كتيره جدا ممكن تطلع منه، في السيده وفي الحسين وفي الجماليه وفي غيره تلاقي منه ابطال. طيب تتوقع حضرتك يا فندم الى اي مدى التجربه زي اللي احنا شفناها دي تكون متجاوزه لبعض الاخطاء او بعض سوء الاداره اللي اصاب في النهايه مثلا مراكز شباب؟ يعني احنا شفنا الحقيقه ان في مراكز شباب بيتم اعاده تهيئتها بطريقه لا تقل عن نوادي جيده جدا، والتجربه حتى الان ناجحه. ده معناه ان احنا كنا في حاجه لهذا التطوير الاداري والفني والرياضي. بالظبط. التجربه هنا بقى تختلف ازاي؟ التجربة هنا هتختلف لأن فيه اهتمام من القادة السياسية،
فقاعدة السهم متابعة الشغل ده كله، تمام، لأن هو هيهتم أكتر، لأن في متابعة بدقة، لأن استكمالا للفلسفة اللي بيقوم بها سيادة الرئيس ببناء الإنسان بشكل جيد. فهنا الإدارة هتكون حريصة على إن هي تبقى ناجحة دايما، نعم، لأن أنت ما بتلاقي عندك متابعة بتبقى أنت حريص على النجاح دائما. لكن لو سبناها لما سبق هنبقى ما عملناش حاجه، لكن اعتقد ان المره دي الاداره هتكون بشكل جيد، الفكر اللي هو شغال عليه هيكون بشكل جيد، استغلال المساحات المتاحه ان انت تعمل، يعني فكره انت تعمل مدينه رياضيه متكامله في حي الاسمرات بهذا الشكل المتميز وهذا الشكل الجيد يحتاج الى اداره محترفه. احنا مشكلتنا في الرياضه في مصر ان احنا ما عندناش اداره محترفه، بمعنى ان انت بتعين حد مدير للاداره مثلا مدينه شبابيه زي كده فما يعرفش يديرها بشكل محترف، فانت محتاج اداره محترفه تعرف ازاي تدير هذه الملاعب، تعرف ازاي تشتغل على الفلسفه اللي معمول على اساسها المدينه. النهارده انا بعمل مدينه في هذا الحي عشان يخدم احياء القاهره الاخرى ويخدم الشباب الاخر حسب المتاح لي من الدوله، ان انا عايز انمي الانسان بهذا الشكل، تمام. لكن النهارده لو حولتها بقى اكاديميات والاكاديميات ما بقاش عليها رقابه يبقى هتفقد الفلسفه اللي انت عايزها. وما اعتقدش ان وزاره الشباب والرياضه هتعمل الشكل ده، بالعكس هي هتمشي على نفس المنهج لانها عارفه كويس قوي ان القياده السياسيه مراقبه الوضع ده، بما انها اشياء لا تهدف الى الربح في المقام بالطبع. الاول بقدر خدمه بالطبع. الانسان بالطبع. لكن الرياضه للاسف تكلفه، وبالذات مثلا في مساله الصيانه وصيانه الملاعب، ودي حاجه مكلفه جدا وتحتاج الى دعم. هنا دي نقطه تانية لازم نفكر فيها في مشروع زي ده، فكره ديمومه يعني التنميه في المجال ده واستمرار المنظومه بالشكل الممتاز اللي شفناه. بص دائما يعني يمكن في فكري انا وفلسفتي انا طبيعيا انا دائما ضد ان الدوله تتحمل تكلفه رياضيه. يعني انا دائما حتى في الانديه الكبيره، يعني انا لغايه دلوقتي مش متفاهم قوي ازاي نادي يبقى كبير ميزانيته مليار جنيه وانا اديله معاه انشائيه يعني. مثلا او اعفيه من الضرائب او اعفيه من ضريبه الملاهي او اعفيه من الجمارك او اعفيه من الكهرباء. الفلسفه دي لابد ان انت تغيرها، فما تتغير الفلسفه دي الرياضه هتتحول طبيعيا الى اداره محترفه واستثماريه. انت عايز هنا في الفكر ده انت جزء ورجال الاعمال والمستثمرين جزء تاني. يعني انا بساهم بس بتكلفه بسيطه كمواطن مثلا، لان احنا طبيعيا ما فيش دلوقتي خدمه من غير تكلفه. يعني انا حتى ما اروح مركز الشباب هدفع 5 جنيه مثلا، دي تكلفة. نعم. أنا بشارك، لكن ده ما يضرش بهدفنا الأكبر اللي هو خدمة الإنسان. نعم. اللي عايش في المنطقة. أنا بتكلم على إيه؟ إن خدمة الإنسان، الشباب اللي موجودين حتى في هذه المناطق ما بيروحوا يأجروا ملعب بيدفع 10 جنيه. نعم. يعني عشان يلعب ساعة. لو هيروح يأجر يعني أنا قصدي إن هو طبيعيًا هو بيشارك بالتكلفة، فالمواطن هنا هو بيشارك طبيعي بالتكلفة. الدور الأكبر على المستثمرين، على رجال الاعمال، على الرعاة اللي هم بيضيفوا لهذه التكلفه، بحيث ان الدوله دايما لازم تشيل ايديها، وطبيعيا الدوله لازم تشيل ايديها عن ان هي تساهم في ان انا دايما ابقى الاب بتاع النادي او الاب بتاع مركز الشباب او الاب. انا بأتيح ليك كل التفاصيل اللي انت تقدم الخدمه. مفيش مركز شباب حضرتك دلوقتي ما بيقدمش خدمه بفلوس، لازم بيبقى جزء منه ان هو يبقى الاعضاء بيساهموا او بيقدر وانا بديله بس جزء دعم انشائي. نعم. لكن ان انا هفضل بهذا الشكل، يعني انا من تطوير الرياضه المصريه في اي في العصر الحديث اللي احنا نعم. فيه لابد ان الدوله ترفع ايديها عن الدعم الرياضي وعنها تصرف على الانديه وتصرف على المنشات الرياضيه، هي تنشئ المنشاه وتقدم لك الخدمه ويبقى فيه ما بين المستثمر وما بين المواطن. لكن طالما ان احنا فضلنا تحت مظلة الدولة ان هي تصرف وان هي تشيل كل التكلفة وان ما فيش حد يساعد، هنا هفضل بنفس الفكر. وان الدولة تترك المسألة للإدارة المحترفة لا يعني اطلاقا التخلي عن الدور الاساسي خالص. ما هو انا بقدم الفلسفة بتاعتي ان انا بساعد المواطن اللي هو في هذه المنطقة، لكن انا بتكلم على ان احنا الاتنين اذا كان هو هيدفع جنيه انا هدفع له 50 جنيه، يبقى المستثمر مع المواطن. لكن انا بقدم الفلسفه ان الشاب النهارده لو جاي يخش نادي زي اي نادي في مصر نعم.
مع العضو هيدفع له 50-60 جنيه. يعني انا لو رايح مثلا نادي اي نادي عشان امارس رياضه عشان اخش مع احد الاعضاء لو انا مش عضو هدفع لي 50-60 جنيه. يعني في مركز شباب الجزيره مثلا انت بتدفع 40 جنيه عشان تخش بس. نعم بس بتستخدم كل المنشآت اللي موجوده مجانا، بس انا بتكلم على الدخول. فنفس الفلسفه هنا، ان اللي فكر ان انا لازم اتخطى فكرة المجانية المتاحة، مفيش حاجة عشان نقدر نستمر في تقديم الدولة والى الان. نعم. لابد ان الدولة ترفع ايديها عن الرياضة. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ طارق رمضان الكاتب الصحفي بالاهرام الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام هنعود ونلقاكم غدا في نفس الموعد 8 صباحا بتوقيت القاهرة وحلقة جديدة من هذا الصباح بامان الله.